والله مبدئيا انا عامل كتاب اسمه التالتة، ده عن مجموعات الالتراس في الوطن العربي وفي مصر. يعني بتناول الموضوع، بتناول المشكله من قلبها بالظبط، يعني من الجمهور. الجمهور كتير الناس بتفهمه غلط، كتير الناس بتقول ان هم بلطجيه او مشاغبين او طب تعالوا نشوف هم فعلا بلطجيه ولا لا، تعالوا نشوف هم مشاغبين ولا لا. لما تقرا كتاب بقى تعرف، يعني انا مش منحاز لطرف عن الاخر يعني او على الاخر، بالعكس انا كاتب الموضوع بحياديه تامه والناس هي اللي تحكم. بس والله هي سبقتني محاولات تانية، أشهرها طبعا كتاب لصديقي محمد جمال الدين، كان كاتب كتاب قبل كده عن الألترس، لكن هو كان دايما مختص بالتعريفات بالمصطلحات بمفاهيم المجموعات الألترس. لكن أنا الكتاب النقطة المضيئة فيه أو النقطة الأهم فيه إنه اللي كاتب الكتاب ده هم الناس في التالتة، في الدرجة التالتة، سواء في مصر، سواء في مجموعة ألترس وايت نايتس أو ألترس أهلاوي أو حتى يلو دراجونز المنتمين لنادي الإسماعيلي، وفي تونس وفي المغرب وفي الجزائر، ناس من قلب الجروب الألترس. بالظبط كده، بالظبط كده. الإقبال معقول يعني، طبعا احنا في فترة أجازة وكده، لكن الإقبال كويس، أنا شايف إن هو كويس. مش زي السنوات اللي فاتت، لكن برضو إلى حد ما شايف يعني القوى الشرائية في مصر مش كبيرة قوي، بس تمام يعني الإقبال إلى حد ما مقبول. يعني الأسعار يعني متفاوتة، لكن برضو الجنون اللي احنا بنشوفه في الأسعار، في زيادة الأسعار في كل حاجة، الطباعة والورق، ده بيجبر دور النشر، هم غصب عنهم لأنه بيجبر دور النشر ان هم يغلوا الحاجة ويغلوا الكتاب. لكن برضو في حاجات، في خصومات معقولة، في بعض دور النشر بتعمل خصومات كويسة. والادب عموما ما فيش حاجه معينه يعني، احنا تربينا على نجيب محفوظ والعقاد ويحيى حقي وصلاح عبد الصبور وحسين عبد القدوس من الكتاب الجداد. انا شخصيا بحب محمد المنسي انديل، بحب اقرا قريله كل حاجه تقريبا.